اهلا بيكم في فيديو جديد ولسته جديده هنتكلم فيها عن برفانات ان انت طالع من الحمام، برفانات النظافه، برفانات ريحتك ان انت فريش اند كلين. ايه البرفانات دي؟ هنتكلم عنها في الدقيقه الجايه، بس الاول يا ريت لو مش عامل سبسكرايب ترزع على الخنفاري واحده سبسكرايب، واكتب لي تحت في الكومنتات لو عندك اي برفانات عايزني اتكلم عنها او اعمل لها ريفيو، او في برفانين عايزني اقارنهم ببعض وتشوف مين فيهم الافضل او انصحك انك تجيب مين فيهم. دلوقتي برده الخنفاري على الانستجرام والخنفاري الويب سايت بتاعه تحت الانشاء، وقريبا الخنفاري في الاسواق. ويلا بينا نبتدي الفيديو. نبتدي فيديو النهارده بالبرفان رقم 5 معايا، فيرزاتشي او فريش. لو انت عايز تبقى ريحتك فريش وطالع من الحمام كده مستحمي ونضيف وزي الفل وريحتك منعشه وجميله، يبقى فيرزاتشي او فريش من البرفانات الصيفيه الجميله جدا المنعشه اللي يعني لا غنى عنها في فصل الصيف، من البرفانات اللي بتدي لك اطراءات كتير، بتدي لك انتعاش وحيويه ونعنشه، وبرفان خفيف خالص كده سهل ان انت تحبه، سهل اللي حواليك يحبوه، ما عليهوش جدل، ما عليهوش اختلافات. يمكن نقطه الاداء بتاعته مش اقوى حاجه، اللي هو ثباته مش اقوى حاجه، ولكن فواحانه كويس جدا، رشتين ثلاثه بتحس ان الناس اللي حواليك ابتدت تلاحظه، ولكن الفواحان بيختفي بسرعة. فيعني خلي بالك برضو ان البرفان فريش ومنعش، ما تتوقعش منه كتير، وخصوصا ان هو سعر منافس قوي، سعره تقريبا 30 او 40 دولار، فمن البرفانات اللي تعتبر رخيصه في السوق، والجوده بتاعته جوده محترمه قوي، لان هو جودته جوده فيرزاتشي، ما حصلش عليه ريفورميليشن، فلسه البرفان محتفظ بجوده كويسه قوي. نروح للبرفان رقم 4 معايا في الليسته دي، معايا لاكوست بلون او لاكوست وايت او لاكوست الابيض، تسميه زي ما تسميه، هو المعلم لاكوست ده من البرفانات الجميله جدا اللي بتدي لك الاحساس الفريش اند كلين، لانه برفان فلورال، برفان في يعني نوتة المفروض انها بتستخدم للبرفانات الحريمي، ولكن موظفينها هنا توظيف كويس قوي لبرفان رجالي يعني باحترافية شديدة. ده من البرفانات الجميلة جدا لو انت طالع من الحمام لسه مستحمي ومتشيك وكل حاجة، وعايز تبقى نازل كاجوال خالص مثلا في فصل الصيف ولا حاجة، ده من البرفانات اللي بتبقى مناسبة قوي للاجواء الحارة، لو انت مثلا في مصيف، لو انت على حمام سباحة، لو انت في على البحر، لو انت في اجازة، ده من البرفانات الجميلة جدا اللي انا بالنسبة لي بستخدمه كبرفان للاجازات. نروح للبرفان رقم 3 معايا في الليسته دي، معايا كوتش فور مين. كوتش فور مين طبعا من البرفانات اللي انا بتكلم عنها كتير، بنصحك انك تجيبه كبديل لديور سافاج. ديور سافاج من البرفانات المحترمه، ولكن كوتش فور مين بالنسبه لي افضل منه شويه، لانه بيدي لك نفس الاحساس ولكن من غير نوته الفلفل اللي ممكن تزعج بعض الناس في ديور سافاج. ده من البرفانات الفريش اند كلين، من البرفانات البروفيشنال، ممكن تستخدمه وانت نازل الشغل، ممكن تستخدمه وانت قاعد في المكتب، ممكن تستخدمه لو انت عندك انترفيو، لو انت لابس بدله، مش من البرفانات المزعجه اطلاقا، برفان برده ايه تيمد كده شويه، او برفان مش صارخ قوي للي حواليك، ولكن في نفس الوقت اداؤه كويس، فواحانه كويس، ثباته كويس، ولكن من غير ما يبقى فضيحه، يعني ما بيعملكش فضيحه، مش بتدخل الاوضه الناس كلها تعرف ان انت جيت، لا، البرفان اللي يقرب منك بدرجه كافيه يعرف ان انت جيت، ولكن بيجيب لك اطراءات كتير جدا، سعره مناسب، اداؤه كويس، كل حاجه فيه كويسه. نروح للبرفان رقم 2 معايا في الليسته دي، معايا برادا لوم. برادا لوم طبعا يعني ده الكينج اوف فريش اند كلين، ده من البرفانات الاساسيه اللي لازم تكون عندك لو انت عايز حاجه فريش اند كلين وباودري في فصل الصيف، من البرفانات البروفيشنال جدا 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 لو انت عندك اي انترفيو، لو عندك اي مناسبه مهمه، لو انت لابس بدله، لو انت لابس فورمال، لو انت لابس حتى سيمي فورمال، ده من البرفانات اللي لا غنى عنها خالص. برادا الجوده بتاعتها طبعا ما اقدرش اتكلم عنها، الجوده محترمه قوي، البرفان اداؤه كويس، اداؤه مش خارق ولكن الاداء بتاعه كويس، الريحه بتاعته خطيه شويه لينير، يعني ما فيهوش تدرج بقى في النوتات، لا اللي بترشه الاول يعني اللي بتشمه في اول ما ترش البرفان هو في اخر حاجه خالص لغايه ما البرفان يختفي، فما فيهوش العيب كتير، من البرفانات اللي يعني سيمبل خالص ولكن بتقوم بالوظيفه على اكمل وجه. ونروح للبرفان الاول معايا في الليسته دي، الا وهو جيمي تشو مان انتنس. جيمي تشو مان انتنس برده ممكن يعتبر كبديل ديور سافاج، وممكن يعتبر كبديل لكوتش فور مين، فبدي لك اختيارات يعني تختار اللي انت عايزه، من البرفانات المشابهه يعني شويه لكوتش فور مين، ولكن في تدرج في النوتات مختلف شويه، البرفان فريش وكلين ومنعش وكويس، ولكن برده في دبس شويه، وفي شويه نوتات صناعيه، وفي شويه نوتات توابل، فخلي بالك ان البرفان ده ممكن ما اقولكش ان هو فريش اند كلين بنسبه 100%، ولكن نقطه الاداء فيه كويسه قوي، القيمه مقابل السعر كويسه قوي، عامل الاطراءات برده بتاعه كويس قوي، فهو يستحق الذكر ويستحق ان هو يكون رقم واحد في الليسته دي.